المساعدة لحماية الأطفال والشباب من التحرش الإلكتروني والعنف الرقمي يمكن من الإبلاغ عن محتويات التحرش الإلكتروني والعنف الرقمي من أجل حذفها من منصات التواصل الاجتماعي. بالنسبة للبوابة بوابة الإبلاغ اللي كاينة في الفضاء المغربي الثقة السيبرانية كما سبق لي أشرت في الندوة، كاين هناك بوابة للتبليغ عن العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي اللي كتجلى في ميتا وتيك توك. بالفعل كاين واحد الإقبال كبير من طرف مستعملي الإنترنت من مختلف فئات المجتمع، وشرت قبل ذلك شرت خلال العرض ديالي إلى النسبة اللي بلغات ما يفوق 1400 حالة إبلاغ كتعلق بمنصة الإبلاغ الخاصة ب